قانونيا ما بحق له لا يحبسه ولا يحبس سيارة إذا ما في دليل قاطع وملموس على إنه هن مشتركين بالجريمة. صار وحبسهم، شو نعمل؟ ما بصير. بدك روح أنا طالعهم من الكركون؟ يا بنتي شلون بدك تطالعيهم إذا أنت مالك موكلة عليهم؟ إيه مزبوط، لا أنا موكلة عليهم ولا هن موكليني، إيه بس ما بصير نسكت، ما بصير نخليهم محبوسين. ما حنخليهم محبوسين، فكرية لازم طالعة، يلا بخاطركم. الله معك تقبرني. الله يقويك أخي، الله معك. شو هالقصة اللي طلعت لهم لبيت أبو سليم؟ ما بيستاهلوا، والله ما بيستاهلوا. مبينة يا مو مبينة، في حدا عم يشتغل فيهم بالمخفي، بس مين هو ولوين بده يوصل؟ الله أعلم. انت رحت بذات نفسك وما طلع بايدك تطلعهم من الكراكون، انا شو طالع بايدي؟ بس انت مختار الحاره. صحيح انا مختار الحاره، بس لكن ما في قوه بايدي. ايه شو يعني؟ الفرنساوي حاطط ايده على كل شيء ومنضل هيك عم نتفرج عليهم كتفين ايدينا. خلينا نستنى لبكره ونشوف شو رح يصير بالتحقيق. رح استنى لبكره الصبح، بس اذا ما طلعوا أنا رايح طالعهم معرفتي. السلام عليكم. مع السلامة. وعليكم السلام. أنا غلطان ولا كلامي صحيح لما قلت له إنه ما في قوة بإيدي؟ والكلمة هلا لمين؟ الكلمة للفرنساوي يلي طالعك من الكراكون وجاب بدالك فرزات وسلطوا علينا. والله معك حق، طالما نحن عم نحارب بعضنا البعض فالكلمة إله ورح يضل قوي. صحيح، لأنه نحن عم نحارب بعضنا وتاركين الفرنساوي يفرقنا ويسرقنا وينهش بلحمنا. والله هذا الحكي عن فكرية ما بيتصدق، ما بيتصدق منو. صدقي يا خانم صدقي الناس مخبايه بتيابها، يعني لو ما كانوا مبتلين بقتلها اي ما كان رئيس الكراكون حبسها هي وصياح. إيه لا حكيك مو صح ست ام حمدي. يو انا ما دخلني، هيك نسوان الحاره عم تحكي. ايه ست حلقه هيك نسوان، اصلا نحن ما جاب اخرتنا غير النسوان اللي بتحب تحكي باعراض الناس. مو هيك صايره النسوان يا بنتي. يو ليش صاير معكم مشكله جديده لا سمح الله؟ مشكلتنا هي ما تغيرت وما رح تتغير طالما الحيه موجوده وعم تبخسم علينا. ايوه قصدك سعاد مو هيك يا خانو؟ هي على عيونها لا بتكل ولا بتمل، حاطه راسها براسنا وعم تقاوصنا مقاوصه. لا تزعلي مني، الحق عليكم. يو شلون يعني الحق علينا؟ بيقول المثل ما بيقهر المرأة إلا المرأة، هيك ولا مو هيك؟ والله ما فهمت عليكي، اشرحي لنا. ايوه يعني خلي مظهر بيك يطلقها ويتزوج غيرها، إيه ألف بنت وبنت بتتمناه وبتتشرف فيه وفيكم، بس يعني خليه هيك يتطلع حواليه منيح ويركز إلا ما يلاقي البنت وأهلها عم يستنوه. والنعم منك ومن بنات الناس كلهم، بس الحقيقة ابني مظهر بيحبها لوردة وبده يرجعها وشايف فيها شيء مو موجود عند غيرها. إيه الله يهدي البال أحسن شيء. آمين. يا ميت أهلا وسهلا فيك يا أم حمدي، شربي قهوتك تفضلي. بدي أعزمك أنا بالله كليك شافي. إن شاء الله صحة وهنا عوافي على قلبك. الله يسلمك. حبسة صياح كلها مفايتة راسي، لا عجبتني ولا رح تعجبني. معلش جميل خلينا نستنى ليطلع الزلمه من الكراكون نفهم منه نعرف شو صار نستوضح. هذا الحكي اذا طلع. شو قصدك جميل؟ اسمع اخي، قصة صياح مع المستورة فكرية قصة كبيرة كتير، قصة فيها شرف، ويا خوفي يا خوفي يكون مثل ما قلبي حاسسني انه صياح فعلا عاملها. طولي بالك جميل الله يوفقك، ما بدنا نظلمه للزلمه، خلينا نستنى لحتى يخلص التحقيق وبنعرف ساعتها شو بدنا نساوي. ماشي يا اخي، رح استنى التحقيق ليخلص، بس ان شاء الله ما يطول. ما رح يطول اخي ما رح يطول، روق لي حالك بفنجان القهوه ولا ما تنحل. الله الشبعان هو مثل الجوعان. اي والله. بتعرفوا شو لازم نقفل الدين برات شاي بعد هالاكله ما بيفهم. ريكو المطبخ مشق ريتا، قوم اعمل لك برات شاي على كيف كيفك، قوم. لك دخيله اللي بيفهم علي انا. وشو فهمت عليك حامي؟ يعني مع براد الشاي لازمها هيك تكييفه على كيف كيفك، بذره تكون والكيفه موجوده والبذره الطيبه كمان موجوده. لك يا برني اللي خلاك انا ايه ما قلت لك انه فيصل مثلنا بحب الرواق وبحب اللي بكيفه؟ ايه قلت لي بس ما صدقتك لحتى شفت بعيني. ولك اهلين بمعلمين الكيف. لك على راسي كيفاتك وقطاطك كمان. احلى احلى فيصل. شو صفيحه؟ كمل فلفل وقرنفل. يا عيني يا عيني ما فهمت عليك اخي. اختي جوزك كان يسألك عن فكرية شيء؟ شلون يعني كان يسألني عنها؟ طيب ما سألك كيف عايشة؟ شلون بعاملها أنا؟ شلون تزوجتها؟ لا أخي ولا مرة سألني هيك أسئلة، وأنت ليش عم تسأل؟ حفاف متأكدة ولا عم تكذبي؟ يا أخي ليش لحتى كذاب؟ وأنت ليش عم تسأل هيك أسئلة فهمني؟ لأنه زوج شو بو جوزي أخي؟ شو بو جوزي؟ زوجك عم يشوف فكرية من ورا ظهري. شو عم تحكي انت؟ شو عم بتخبص؟ وانت شو عرفك؟ انا ما عم خبص وابوك بيعرف. ابي بيعرف وساكت؟ خيرني امان معلم، يعني مثل ما بدك وزياده، يعني اذا بتروح عليها ما حدا بيزعجك بنوب. امان معلم، الله وكيلك امان. لك هارون، امان امان ولا يا للي امان؟ لا لا، امان امان معلم. يعني فتشت للمغاره منيح؟ حاكم انا حافظك يا هارون، حافظك وحياة راسك يا اوعى تحلف براسي بتحرم. يعني انت يعني فتت لجواتها؟ لا معلم، لشو الكذب؟ لجوا ما فتت، وصلت لتمها واتطلعت فيها منيح، ما لقيت فيها حدا. يعني ما لقيت شيء هيك ولا هيك؟ شلون يعني هيك ولا هيك؟ لك يا هارون، بركة بغيابنا حدا فات على المغارة ونكت كرارها؟ لا معلم، اطمن، لا حدا فات عليها ولا حدا نكت كرارها. المغارة مثل ما تركناها آخر مرة على حطة إيدك، الله وكيلك. لك حاج تلعي، روح جهز الأكل، روح. شو بتحب تاكل معلم؟ لك روح برغل. يا مو، انت رح تجيب مرتك من بيت حماك؟ مو هلا، معلش خليها عند امها شوي ما بيأثر. يا لا تكون بدك تطلقها يا مو. لا يا مو، شو طلقها ما طلقها، بتفرق بدمك شو هالحكي؟ انا نجاح ما بطلقها منو. ايه الحمد لله يا مو. طيب شو رايك احط لك العشاء؟ ايه والله كثير جوعان انا. خلص الجوع تقبرني، يلا بتحب المكدوس انت كمان. ايه لك على راسي يا مو. وين هالصفنات كلها يا مو؟ ما رح تنفعك، الله يرضى عليكي. من بكره بده يطلقك يا مو، تفهمي علي؟ وبعدين هالكذب بعرفها انا، بعرفها. بتحطيها بتصفني فيها بس هنيك عقلك هنيك، امك انا بفهم عليكي بلاها. ليك يا وردي عم تشتغل بالمستشفى وعين الله عليها، وانا ماني معترض. يا مظهر بيك ماني موافق وخلصنا. لا ما خلصنا، يعني شو فيها اذا البنت اشتغلت؟ شو فيها؟ ما حابب لها اياها يا مرت عمي. ليش مو حاببها؟ فهمني يا اخي، بدها تقصر بشغل بيتها، واهم شيء بدها تقصر من ناحيتي انا. انت شو عم تحكي؟ شو عم بقول مرت عمي؟ بكره متى ما اشتغلت رح يكبر راسها علي وما رح تسمع كلمتي. وليش ليكبر راسي عليك بقى؟ ليش؟ لأنه راح يصير معك مصاري. نحن من يوم يومنا معنا مصاري، أصلاً بنتي مو بحاجة لحتى تشتغل. ما دام هيك ليش بتكونيها تشتغل؟ بلاها. لا مو بلاها، بنتي بدها تشتغل. يا صبري، أنا بدي أشتغل بشهادتي، ما إلي 4 سنين عم بدرس مشان أحط شهادتي بصندوق أقفل عليها. بعدين بدي حل قضايا الناس بالمحكمة. قضايا شو بدك تحليهم بالله؟ في نسوان كتير مظلومين وما بيقدروا يتعاملوا مع رجال محامية، ما قالون غير أنا لحتى يحلوا قضاياهم وياخذوا حقهم. طيب معناها أعطيني كم يوم لحتى أفكر. لا هلأ بدك تبت فيها، خليها بكرة تطلع على الشغل. شو مظهر بيك؟ أمر هاد شي؟ لا مو أمر، وما بيصير إلا برضاك وعلى خاطرك. طيب خلينا نفكر بالقصة معناها. يعني كم يوم سهرين؟ كم يوم بتنحل إن شاء الله. إيه؟ إن شاء الله. أمي فهمية، خلينا نمشي. يلا. قاعدين؟ بخاطركم. الله معكم، مع السلامة. بخاطرك. الله معكم. شايف بعينك تقولني؟ شايف، بس أختي رح تشتغل، إن قال إيه وإن قال لا. حيقول إيه. واخر خبر سمعت لكم اياه انه رئيس الكراكون لساته عم بحقق مع فكريه وصياح. انا يلي لهلا ما عم بفهمه انه اهل الحاره شلون قبلانين يتركون لهلا بالحبس؟ اي اهل حاره، ما حدا منهم تحرك، حتى ابو عزو المختار هو وابنه تركوا ابو سليم يروح لحاله على الكركون. الله يكون بعونك يا ام سليم. لك شو بهم رجال الحاره؟ معقول ما عاد حدا يفزع لحدا؟ لك حتى غيري على نسوان الحاره ما عاد فيه. معقول؟ معقول وصلنا لهون؟ كل واحد اللهم اسالك نفسي. شو بدك تحكي لتحكي يا مطيعه؟ مسكينه هالفكريه، اي والله ما بتستاهل اللي عم يصير معها، ما بتستاهل. الله يعينها ويعيننا. الله يفرج علينا وعليها يا رب. يلا انا ماشيه، بدكم شيء بخاطركم. خاطرك معي، الله معك سعيد. الله يشهد علي يا شهيره خانم اني زعلت على فكريه من جوات قلبي. فكريه وصياح رح يطلعوا من السجن. الله يبشرك بالخير يا شهيره خانم. قولي لي شو رح تعملي مشان طالعيهم؟ بكره بتعرفي شو رح اعمل. يا بي أنا ماني رضيان، ماني رضيان بنوب. وشو يلي مانك رضيان عنه؟ يا بي فوتت صياح لعنا على البيت وما فيه غير حرمتي، ما عجبتني. يا بي صياح عن جد فات على البيت وما كان فيه إلا فكرية؟ يا بي صياح سبقني وفات على البيت حتى ينقذ أمك من الموت، كل فكره هيك كان. يا بي وليش فكرية فتحت له الباب؟ ليش خلته يفوت؟ شو قصدك يعني؟ يا أبي شو ما كان السبب ما لازم صياح يفوت على بيت ما فيه رجال. هو صحيح ما لازم يفوت على بيت ما فيه رجال، بس يا ابني الضرورة لا أحكام. لا ضرورة ولا غير ضرورة، فوتوا لعنا على البيت فيه شيء ما بنعرفه. لو كان هدف صياح أنه ينقذ أمي مثل ما عم بتقول كان جاب حدا معه من رجال الحارة، ما كان إجا لحاله، بس هو هدفه شيء تاني. شو هالحكي؟ مجانين انتو؟ يا بي معناها شكي طلع بمحله، الموضوع فيه إنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، شو إنا وما إنا؟ الله لا يسامحك يا صياح، الله لا يسامحك. يا بي أنا ما راح أسكت على قصة بنوب. شو بدك تساوي يعني؟ بس تطلع فكرية من الكراكون بتعرف شو راح ساوي. عزو اوعك تغلط وتكبر قصة، صياح قصده شريف، كان قصده ينقذ امك من الموت، فهموها. هم على هالنوايا السيئة هي. ايه وبعدين شو صار؟ هربنا انا وحامد ونونا بالبراري كل هالمدة، بعدين سمعت انك طلعت انت من الحبس قمنا اجينا لعندك. وابو الرجا شو صار فيه؟ والله ما بعرف شو صار فيه. يمكن مات مقتول برصاص اهل الحاره، ويمكن لساته عايش. ايه يمكن لساته عايش ومو عايش يمكن لساته. معناتها انتم هربانين منه؟ منه، من اهل حارتنا. حلو. ابن عمي وقت يجي الولد ما رح نعرف نعلمه لا نمشيه ولا الحكي ولا يعيش مثل الناس والعالم. أحسن شي ترجعني لعند أمي تساعدني بترباية الولد. ابن عمي من وقت ما اجينا لهون وانت بتتركني الصبح وما بترجع لاخر الليل، بتروح وبتقفل الباب وراك ولا بتسال عني ولا بتسال شو لازمني. الله يوفقك رجعني لعند امي. والله والله لكنت ما خليت دمعتك تنزل بالمرة. لا والله. ما رح ترجعني ابن عمي؟ ريحانة ريحانة، نامي اختي نامي. ما بدي نام، قومي. قولتك صياح وفكرية بس يطلع من الحبس رح يتجوزوا ولا شو؟ شو عرفني أنا؟ أساساً كل القصة ما دخلت عقلي. أنا بس بدي أفهم أنت ليش مانك مصدقة السيرة؟ لأنه صياح زلمة آدمي ومعدل، وفكرية بنت عالم وناس وما بتعملها أكيد. بنت عالم وناس ومرباية كتير، من هيك هربت من بيت جوزها الأولاني ووطت راس أهلها بالأرض. أختي نحن شو دخلنا فيهم؟ حبيبتي أنا عم ورجيكي إنه اللي بتعمل العيب مرة بتعمله كذا مرة. إيه يصطفلوا، قلنا من حالنا نحن بس. أكيد فكرية بكرة بتطلق من جوزها، وصياح بيتطلق من مرته وبيتجوزوا. قومي نامي أختي، قومي نامي. وأنا مو جاي بس رح حاول. الله عليك يا كداش وزهراوي، من بعدك فيصل. ما قلتولي شباب وين كنت بعتوا الليله؟ وين؟ عندي؟ ايه عندك؟ ليش ما عندكم بيت تناموا فيه؟ لا عندي بيت بحارتي، بحارة القصب، بيت سياح نياح على كيفك، بس ما بحسن فوت عليه، أنت بتعرف ليش يا فيصل؟ حكيت لي كل قصتك، وعرفت كل شيء أنت بتعمله بحارتك. على كل حال أهلا وسهلا فيكم. بالمهلي. أنا رح قوم أفرش لكم، وبدي إياكم ما تأخروا بالسهرة. ها؟ لا 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 حيلك على السريع، لا حيلك. تصبحوا على خير. أنت بخير، الله معك. نوم الهنا. الله يهنيك. مثل كيس الجنفيس بيطلعوا لنا. هذا شو ناوي؟ طول بالك، روح على رزقك لك حامي. الصباح رباح. قوم قوم قوم، خلينا ننام احسن ما يحس عليك. اسحبني اسحبني، تعال اسحبني. ويلي شو عم تفتي. يلا خير، الله يمروق. انا يا حبيبي حاسس حالي مو حامل. تعال تعال اقول لك على الطريق. سلام يرمي الفتن. هارون، لك هارون، ضحى عينك على الدم البارد. هارون ها جاي معلم. مرسي دراسي. اسمعوا لدب، هلا انت بتفهم تفسير المنامات شي؟ والله يا معلم يعني مو كثير، بس يعني خير. شو شايف؟ هذا يا سيدي شفت بمنامي حامد، كنت ماسكه من خوانيه، كنت يطق له جوزة حلقه بايدي هي، وإذا بيظهر كداس وبيخلصهم بين ايديه. وكداس ضربك شي سيد راسي؟ ايه والله، شو عرفك؟ ضربني على راسي. ايه بسيطة معلم، بسيطة صغيرة، انت الكسبان. ايوه، وكيف انا الكسبان يعني؟ معلم، يعني أنا حسب معلوماتي بتفسير المنامات إنه إذا إجا حدا سفقك ضربة على راسك دوخك فيها، معناته أنت الكسبان وأنت اللي بدك تستفيد، أنت اللي راح تضربه وتاخذ منه كل طلباتك. هلا هيك تفسير المنامات؟ آه والله يا معلم، يعني أنا هيك بعرف. تضرب أنت وهالتفسير، روح من خلقتي أحسن ما ناولك صواب، خليك تشوف مثل هذا المنام وقلع. روح أمرك معلم. جهز لي حالك، في قدامنا مشوار بدنا نقضيه. ولوين سيد راسي؟ بس نتحرك بقول لك. أمرك معلم، بس لا تزعل مني. درمل يفضح عينك. شو سايل؟ سايل ودب. والله وغشني هالمنام. لا ولسه الدب هارون قال بيفهم تفسير المنامات. يفضح عينك واسألك يا هارون، يفضح عينك. ماشي يا حامد، وماشي يا كداس، كل شيء بوقته. رايح ابن عمي؟ من شان الله ما تتأخر بالرجعة على البيت. حاسة حالي ماني منيحة وخايفة يصير لي شي بغيابك. لا تنسى تقفل الباب وراك. فكر إذا ترك الباب من دون قفل رح أعرف طريقي وأمشي فيه. وينك يا أمي؟ وينك يا أمو؟ وينك؟ حبيبك نام بالكركون اليوم. الواحد بيقول صباح الخير اول شيء. ما جاوبني على كلامي صبري. ان شاء الله اليوم بيطلع. ما بظن اخي، ما بظن. ليش كثير متاكد باب؟ كانه مانك ابن هالحاره انت، ما عم تسمع شو عم يطلع عليه حكي جروي غروي؟ ليش شو عم بيقولوا عنه؟ هات احكي لي لشوف. عم يقولوا انه صياح. استغفر الله العظيم. اخي استغفرنا رب العالمين. اللي شو السيره؟ عم يقولوا انه بينه وبين المستوره فكريه في عي، وهي اللي قتلت حماتها لانه شافتها مع صياح. شو هالحكي اللي عم بسمعه جميل؟ مو صح الحكي ابدا. وهذا الكلام اذا مزبوط والعياذ بالله معناته في قله شرف في الموضوع. جميل انت لازم ما تصدق العالم، بتعرف قديش بتاخذ وبتعطي، بتضلها تلعي دائما. شو بنا صبري؟ بدك كان يكذب كل اهل حارتي وما صدقون؟ ايه لازم ما تصدقون. صياح صاحبك بستناه لحتى يطلع من الكراكون، بتقعد انت وياه وبتواجهه، هذا المقصود. لا حول الله. ماشي اخي ماشي، رح استناه ليطلع من الكراكون وبعدها لكل حادث حديث. سلام. انت بتعرفي حالك شو عم تحكي يا حرمي؟ أنا قصدك كل كلمة عم قولها يا حضرة الأفندي. أنا ما بسمع هيك كلام، ولا تخليني أغلط معك أحسن ما تحبسني وتلفق لي تهمة مثل ما عملت مع صياح وفكرية وحبستهم ظلم مو هيك؟ أنا حبستهم على ذمة التحقيق بالجريمة اللي صارت يا حرمة. تحقيق بجريمة ما صارت يا فرزات أفندي. الجريمة صارت وأنا رئيس الكراكون، وأنا يلي بقرر إذا في جريمة ولا ما في. رئيس الكراكون ما بتبلع الناس وبيلبسهم تهمة بالأساس ما أنا موجودة. شو قصدك؟ أنت بتعرف يا فرزات أفندي إنه أم عزو اتزحلطت من على السلم وماتت، وأنت رحت وتأكدت بنفسك وشفت كيف السلم كان موجود قدامها، يعني ما كان في حدا له إيد بقتلها. مو صحيح هالكلام، وفي حدا دافش السلم لوقعت أم عزو وانقرفت رقبتها، وفكرية هي المتهمة بقتلها وبمساعدة صياح. كلامك مو صحيح يا فرزات أفندي، وأنا رح أقدم معروض للداخلية على إنك عم تتهمهم بدون أدلة، وإلا هلا بتطالع فكرية وصياح من عندك. ولشو المعروض يا خانم؟ وأنت شفتي بعينك أدوات الجريمة. الجريمة ما فيها فرزة أفندي، يعني المرأة ماتت قضاء وقدر، لا حدا دفشها ولا حدا انعرى ولا حدا متهم بقتلها، والمحضر بده يتسكر يا فرزة أفندي. خير سميح؟ كرامي سيدي، مظهر بيك بده يشوفك. أهلا أهلا مظهر بيك، شرفت يا أفندي. أهلا وسهلا فيك. الماهر شهيرة خانم جاي بشان صياح وفكرية. كيفك يا خانم؟ الحمد لله مظهر بيك. اللي بتقوله شهيرة خانم أوامر وبتتنفذ فورا، يعني صياح وفكرية بتطالعهم وهلا. أنا بأمرك مظهر بيك وبأمر الخانم. يلا طالعهم، تحرك. سميح، يا سميح طالع صياح وفكرية. حاضر. يكتر خيرك يا أفندي. أنا خدمتك يا شهيرة خانم، وصدقيني أنا ما بريد حدا ينظلم الحارة. مصدقتك يا حضرة الأفندي. السلام عليكم. وعليكم السلام شهيرة خانم، الله معك بالسلامة. مع السلامة. بدكم ما تواخذوني مظهر بيك على الشيء اللي صار امبارح. ما بتتآخذ يا أفندي. ضب لي هالمحضر ولف لي القصة وحاج تتجنى على العالم، عيب. بأمرك مظهر بيك، بأمرك. سيدي ما لقيت ولا دليل دينه فيه، وغير هيك إذا خليتهم عندي فيها مسؤولية كبيرة، ويمكن يشتكوا علي للداخلية وروح فيها بين سين وجيم. سيدي برافو فرزة، برافو، أنت صار بفكر منيح. سيدي أنا بالخدمة، وأي شيء بتطلبوه مني أنا تحت أمركم. إيه فرزة إيه. شوف هذا مظهر لازم يجي عندي لهون على مكتب وأنا أشوفه وبأسرع وقت. حاضر سيدي، حاضر. مرة تانية برافو فرزات، مع السلامة. بعدين أنا بشوفك يا مزار. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة صياد. الله يسلمك عمي غاشم. كنا شو صار معك بالنظارة؟ اخ يا عمي، في شيء بينحكى وشيء ما بينحكى. الحمد لله على السلامة صياد. الله يسلمك يا عتمة. كتر خيرك يا مان. يلا ألف الحمد لله على سلامته. مشي معي على البيت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله والإكرام. السلام عليكم. شو هالمظهر بيك؟ تفضل تفضل. طبعا حلاوة. عزو، يا عزو، بقولك عين تجي لهون بعد كل شيء عملتيه؟ لك شو عم تحكي انتي؟ لتكوني فكرة اني انا اللي قتلت امك لك عفاف؟ والله مو بعيدة عنك، يلي بتعمل عملتك مو بعيدة عنا ابدا انها تقتل، وابصر لسه شو في شغلات مخباية وما بنعرفها. لك شو عم تحكي انتي؟ عملت شو؟ فكرية، مياتك من هذا البيت انقطعوا، بوشك على بيت اهلك. يا لطيف يا رب. عزو شو صاير فهمني؟ عم اقول لك روحي على بيت اهلك، ماني قادرة انقص خلقتك. ما سمعتي شو قلت لك؟ عم بقول لك روحي من هون، انقلعي. لا حول ولا قوة الا بالله، لك شو سمعانين عني؟ والله كل عاطل. يا عزو كرمال الله. عم اقول لك روحي على بيت اهلك، وهذا البيت لا بقى تدوسيه بنوب. يا عزو ان شاء الله صدقني ولا تعطي اذانك للناس. فكرية، انت طالق. عزو، عزو انا فكرية. خير ما عملت اخي، منيح اللي طلقتها. والله اللي انا شايفه إنه أنت وكم واحد من رجال الحارة عم تحاولوا تثبتوا التهمة على صياح لك جميل. والله يا عتمي أنا ما عم حاول أثبت التهمة على حدا، بس أهل الحارة هن اللي شايفينه عم يروح لعند على البيت، أستغفر الله العظيم. وأنت صدقته مو هيك؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك. لك عيب عليك لك جميل، عيب عليك. عيب على اللي بيعمل العيب. أخص أخص بس. شو انت بدك تجيب لنا وجع راس؟ اخي بالعربي الفصيح انا مصدق كلام اهل حارتي لحتى يطلع صياح ويبين نظافته، وغير هيك لحدا يقرب علي بنوب. اشرب قهوه، اشرب صغير. بدي اياه منك انه ما تنهم من الحكي اللي عم يطلع عليك وعلى المستوره الدوسه. يا مظهر بيك انا مو هامل من شيء، لانه انا بعرف حالي منيح وبعرف اني ما غلطت. وانا بعرفك منيح وبعرف طهارتك. يا مظهر بيك انا اللي هاممني سمعة المستوره اللي صارت تحت رجلين. ما صار شيء، طول بالك كله بيبان، والا ما نعرف الابن الحرام اللي حكى على شرفها وعرضها للبنت، الا ما نعرف. مو بس هيك، كل لسان جاب سيرتها بالعاطل لازم ينقص. أنا رح أقص له لسان بس نعرفه. كفو. فكرية. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.